بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 64. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتهى بنا الكلام في الحلقة السابقة إلى قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، وذكرنا ما ورد من الأحاديث في ذكر الله بعد الفريضة. وفي الآية يقول تعالى: فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم، يعني على كل حال. فالمؤمن يذكر الله على كل حال، قائماً وقاعداً ومضطجعاً، لا ينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فينبغي للمسلم أن يلازم ذكر الله وأن يكثر من ذكر الله، ولا يزال لسانه رطبا من ذكر الله، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك: فإن ذكر الله يحيي القلوب. قال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. وفي القرآن قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. قال سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله يحصن من العدو، من شياطين الإنس والجن، كما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للذي يذكر الله بالذي طلبه العدو ليقتلوه، فلجأ إلى حصن حصين فدخل فيه فامتنع منهم. فكذلك ذكر الله يحصن المسلم من الشيطان قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم، يعني ذهب الخوف، لأن الآية جاءت بعد آية صلاة الخوف. فإذا اطمأننتم، يعني ذهب الخوف، فأقيموا الصلاة. وإقامة الصلاة تعني الإتيان بها كما شرعها الله سبحانه وتعالى، من قيامها وركوعها وسجودها والقراءة فيها والطمأنينة فيها. فإقامة الصلاة الإتيان بها بأركانها وشروطها وواجباتها وما استطاع من سننها، هذه هي الصلاة القائمة. وليس المقصود مجرد صورة الصلاة بلا خشوع، فإن الخشوع هو روح الصلاة ولبها. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال سبحانه وتعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
فالخشوع يخفف الصلاة على المسلم ويرغبه فيها، وأما عدم الخشوع فإنه يجعل الصلاة ثقيلة على الإنسان حتى كأنه في سجن يحاول التخلص من الصلاة. أما الخشوع في الصلاة فإنه يرغب الإنسان فيها، وكلما طالت الصلاة زاد رغبة فيها وطمأنينة فيها ومحبة لها. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ففي الصلاة عون على مشاق الحياة ومخرج من شدائدها. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر قال لبلال: أقم الصلاة يا بلال أرحنا بها. فهو صلى الله عليه وسلم يستريح في الصلاة من عناء الدنيا وهمومها، ويقبل على ربه سبحانه وتعالى، ويتلذذ بكلامه وبمناجاته وعبادته. فهكذا المؤمن. فليس المقصود من الصلاة مجرد الإتيان بصورتها، وإنما المقصود بالصلاة الإتيان بها كما شرع الله، مع الخشوع فيها ومع الطمأنينة فيها. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، رد عليه السلام، ثم قال له صلى الله عليه وسلم: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع وصلى، ثم أتى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام، ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فذهب وصلى، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رد عليه السلام، قال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا، فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فدل على أن الطمأنينة والخشوع في الصلاة مطلوبان، وهما لب الصلاة وروح الصلاة. فلا تقبل صلاة ليس فيها طمأنينة، كالذي ينقر الصلاة، وتلك صلاة المنافقين. ولا كمال لصلاة ولا روح في صلاة ليس فيها خشوع وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وهذا يدخل في قوله تعالى: أقيموا الصلاة. والله جل وعلا في كل مكان، في كل موضع، حينما يأمر بالصلاة لا يقول صلوا، بل يقول أقيموا الصلاة، ويقول ويقيمون الصلاة، لأن المقصود من الصلاة إقامتها لا مجرد وجود صورة الصلاة. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.